سعدتم صباحا، اهلا ومرحبا بكم الى عدد جديد من فلسطين هذا الصباح. اليوم الخميس 29 من حزيران من العام 2017، وقت العاشرة بتوقيت المحلي. محطات منوعه من فلسطين هذا الصباح، وذات الموضوع حوادث السير المميته والقاتله، قوانين بحاجه الى تعديل، وتوجيهاتنا الرئيس محمود عباس بهذا الخصوص، واجتماع هذا اليوم لمجلس المرور الأعلى أو المجلس الأعلى للمرور لبحث إجراءات الحد من حوادث الطرق. وصباح الخير لك فرح. يسعد صباحك خميس. صباح الخير لكل متابعينا في فلسطين هذا الصباح. كما أشار خميس، حلقتنا اليوم حول حوادث السير والإحصائيات اللي ظهرت خلال رمضان. نتحدث عن 11 قتيل، 770 إصابة، 68 منها خطرة، مع حوادث العيد وصلت ل 18 قتيل. سنتحدث عن في الكثير من الزوايا بخصوص حوادث السير والإجراءات التي سيتخذها أو من المفترض أن يتخذها المجلس الأعلى للمرور خلال اجتماعه اليوم. جولتنا الصباحية في بدايتها رح يكون في عنا وقفة مع الصحف المحلية لنقرأ أبرز ما جاء فيها من أخبار. شرت إلى المجلس الأعلى للمرور، ولكن أيضا هناك يعني جهات أخرى بحاجة لتفعيل أدوارها وبحاجة إلى تطبيق القوانين المختلفة. نتحدث عن دور الشرطة، وزارة النقل والمواصلات، المجلس الأعلى للمرور، أيضا نتحدث عن نقابة عمال النقل، وسنتحدث بكل تأكيد هذا الصباح إلى كل هذه الجهات. على مدار ساعتين من الزمن نناقش كل المحاور المتعلقة بهذه القضية، لا سيما وأننا نتحدث عن نصف العام وارتفاع كبير في عدد حوادث الطرق على الشوارع الداخلية والخارجية. نعلم جميعا غياب دور الأجهزة الأمنية لا سيما الشرطة على الطرق الخارجية، ولكن الموضوع يعني أصبح يؤرق الجميع، وأصبح يكبد أيضا الدولة ميزانية كبيرة نتيجة للتأمين والتعويض وما إلى ذلك، فبحاجة إلى وقفة جادة للحد من حوادث الطرق. سنتحدث أيضا عن مسببات حوادث السير، وهي التجاوزات غير القانونية، السرعة الزائدة، وغيرها من مختلف المواضيع. هناك زاوية أخرى أيضا خميس سنتطرق إليها، وهي نشر صور ضحايا حوادث السير على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي ما نشهده مؤخرا، وهناك جدل في هذا الموضوع سواء كان مع نشر أو ضد نشر هذه الصور. سنتحدث في أخلاقيات نشر صور حوادث السير والضحايا خصوصا. بكل تأكيد، لأن هذا هو المحور الأساس، حوادث الطرق، الحد منها، ارتفاع نسبها في الفترة الأخيرة، هو موضوع النقاش هذا الصباح من زوايا مختلفة. تفضلوا بالبقاء معنا. صباحكم من جديد لكل اللي انضموا لنا في فلسطين هذا الصباح. وفي برنامجنا اليوم كما أشرنا ستكون الحلقة بخصوص حوادث السير والعدد الكبير من الضحايا اللي شاهدناه في الفترة المؤخرة، ولكن نبدأ مشوارنا الصباحي بقراءة لأبرز ما جاء في الصحف المحلية، ومنفتتحها مع صحيفة الحياة الجديدة، وفي عنوانها الرئيس اليوم: عز خلال ترأسه جلسة طارئة لمجلس الوزراء عائلات ضحايا الحادث المؤلم. السيد الرئيس يؤكد قيام الحكومة بمراجعة وتحديث قوانين ونظم السير، والتأكيد على أهمية استمرار جهود المصالحة القائمة على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس، واستمرار الحكومة بإعادة إعمار غزة رغم العراقيل.
الاحتلال اعتقل 19 مواطنا بينهم النائب محمد بدر واستولى على ألواح طاقة شمسية شرق بيت لحم. استشهاد الشاب إياد غيث بالخليل ومواجهات في مخيم دهيشة وطقوع. مستوطنو يتسار يحرقون مساحات شاسعة من أراضي بورين. وفي التفاصيل استشهد الشاب إياد منير عرفات غيث 22 سنة الليلة الماضية برصاص وحدة مستعربين تابعة لقوات الاحتلال جنوب مدينة الخليل نتيجة إصابته بشكل مباشر في الصدر وأجزاء أخرى من جسمه بعد إطلاق النار عليه من القوات الخاصة. طبيلة المجلس الأعلى للمرور يجتمع اليوم لبحث إجراءات الحد من حوادث الطرق وهذا ما سنتطرق إليه اليوم. الألاف يشيعون جثامين 6 أفراد من عائلة دبش في سور باهر ووفاة طفلة وإصابة 15 آخرين في حوادث بيطة ومفرق عرابة والبيرة. وفي الصورة تظهر صور تشييع جثامين ضحايا حادث السير المؤلم من عائلة دبش في سور باهر. السيد الرئيس يستقبل وفد بلدية بني زيد الغربية ومؤسساتها. وفي تقرير لسكاي نيوز العربية الأرقام تكشف ماذا قدمت قطر وتركيا وإيران للفلسطينيين. وفي الجدول كشفت أحدث أرقام للأمم المتحدة عن قائمة الدول والهيئات 20 الأكثر دعما للشعب الفلسطيني عام 2016 وجاءت في مقدمتها السعودية والإمارات والكويت إضافة إلى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بينما خلت أسماء قطر أو إيران أو تركيا. وتوضح تلك الأرقام للعام الثاني على التوالي كذب الشعارات الزائفة التي تتغنى بها قطر وإيران وتركيا بشأن دعم الفلسطينيين وقضيتهم حسب تقرير سكاي نيوز عربية. في أخبار أخرى نجاة طفل من الموت بكماشة قمامة. نجا الطفل عياش 12 عاما من موت محقق صباح أمس من كماشة شاحنة جمع القمامة في البيرة بعد أن التحف كرتونة نفايات نتيجة الإرهاق. حماس تعتدي على الناطق الإعلامي السابق لعمداء الأسرى وصديقه. وفي عنوان آخر أكاديمي حمساوي لا فرق بين داعش والقاعدة والإخوان فكريا وعقائديا ومذهبيا. والأكاديمي هو الدكتور خالد الخالدي بروفيسور في الجامعة الإسلامية. فتح حماس هي المسؤولة عن الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة. العثور على فتاة اختفت آثارها منذ 5 أيام في مدينة بيت لحم. 5 إصابات في شجار بنابلس. والصحة لا تغيير على نظام وآليات التحويلات الطبية للمرضى في قطاع غزة. وفي الخبر الأخير بهدف توفير البنية الأساسية والكهرباء والمياه للقطاع كاتس يضغط لبناء جزيرة جديدة في البحر المتوسط قبالة غزة. ومن أعلى الصفحة في الحياة الجديدة الحرارة أعلى من معدلها السنوي بحدود 4 درجات مئوية ويطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. والخبر الأخير من على أعلى الصفحة التربية تنفي تحديد موعد نشر نتائج امتحان الثانوية العامة الإنجاز. هذا أبرز ما جاء في صحيفة الحياة الجديدة خميس لأولى الأيام. وأبرز العناوين هذا الصباح نبدأ من مقر الرئاسة وترأس الرئيس محمود عباس جلسة طارئة لمجلس الوزراء وتأكيده استمرار جهود تحقيق المصالحة والتوجيهات للحكومة لمراجعة وتحديث قوانين السير، حيث ترأس الرئيس محمود عباس ظهر أمس جلسة طارئة لحكومة الوفاق الوطني في مقر الرئاسة بمدينة رام الله. بيان رسمي عقب الاجتماع قال إن الرئيس محمود عباس طلع ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء على مستجدات الوضع السياسي في المنطقة مؤكدا أهمية استمرار العمل من أجل الوصول إلى مصالحة وطنية ضمن خطته القائمة على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس في قطاع غزة وتمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها في المحافظات الجنوبية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وشدد أيضا الرئيس على أهمية استمرار الحكومة في جهود إعادة الإعمار في القطاع رغم التحديات والعقبات والعراقيل التي تضعها
حركة حماس أمام عمل الحكومة في القطاع. في موضوع آخر، الرئيس محمود عباس أعرب عن أسفه لحدث السير المؤلم الذي راح ضحيته 7 مواطنين، متقدما بأحر التعازي لعائلات الضحايا، ومؤكدا قيام الحكومة بمراجعة وتحديث قوانين ونظم السير بما فيها تشديد العقوبات على المخالفين من أجل ضمان سلامة المواطنين على الطرق. استشهاد شاب بنيران المستعربين في الخليل كما جاء على أولى الحياة الجديدة، شاب إياد منير عرفات غيث 22 عاما، استشهد مساء أمس برصاص وحدة مستعربين تابعة لقوات الاحتلال قرب مستوطنة كريات 4 في الخليل. المجلس الأعلى للمرور يبحث اليوم الشروع بإجراءات للحد من حوادث الطرق، وتصريحات منسوبة لوزير النقل والمواصلات الدكتور سميح طبيلة التي قال فيها إنه تقرر دعوة المجلس الأعلى للمرور للاجتماع صباح هذا اليوم في ضوء تعليمات الرئيس محمود عباس بشأن الشروع بإجراءات للحد من حوادث الطرق. وفاة طفلة من قلب مركبة جنوب الخليل وإحدى 10 إصابة في حوادث سير منفصلة، وهذا بعد 24 ساعة على مأساة وفاة الأم وأبنائها في حادث السير والذي يعني كان في شرق رام الله. في موضوع آخر تتابعه الأيام، هذا الصباح حماس تشرع بإقامة منطقة أمنية عازلة بعمق 100 متر على طول الحدود مع مصر، صورة مرفقة لأفراد من قوات حماس خلال إقامة منطقة أمنية عازلة على طول الحدود مع مصر. وفي تفاصيل هذا الخبر، الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس شرعت طبعا في قطاع غزة شرعت بإقامة منطقة أمنية عازلة تمتد على طول الحدود المصرية الفلسطينية جنوب مدينة رفح، وتصريحات أيضا لتوفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية تابعة لحماس قال فيها إن ما يجري حاليا هو إنشاء منطقة عازلة على الحدود بعمق 100 متر داخل الأراضي الفلسطينية بحيث تصبح منطقة عسكرية مغلقة، وذلك من أجل تسهيل مراقبة الحدود ومنع تهريب المخدرات وتسلل المطلوبين، لافتا أنه سيتم تذليل العقبات والعوائق في هذا الإطار. 5 إصابات جراء الشجار في نابلس، وسيطرة الشرطة على الشجار في شارع النجار بمدينة نابلس مساء أمس، واستخدمت خلاله آلات حادة أدت إلى إصابة 5 مواطنين بجروح متفاوتة بينهم إصابة خطيرة بالصدر. أمريكا تنفي تلويح ترامب بالانسحاب من الجهود لإحلال السلام الفلسطيني الإسرائيلي، ونفي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون مفدون أمريكيون قد لوحوا بانسحاب الرئيس الأمريكي ترامب من الجهود لإحلال السلام الفلسطيني الإسرائيلي بعد لقاء كبير مستشاري الرئيس الأمريكي كوشنر مع الرئيس محمود عباس في رام الله الأسبوع الماضي. بتزامن مع تواجد نتنياهو بالمنطقة، الجيش الإسرائيلي يقصف مدفعا للنظام السوري في الجولان ردا على سقوط قذيفة. في الشأن الدولي وتحديدا في موضوع أزمة الخليج، وتصريحات منسوبة لسفير الإمارات العربية المتحدة في روسيا عمر غباش يقول فيها أن هناك دراسة لفرض عقوبات جديدة على قطر، والدوحة ستطالب بتعويضات على أضرار أو عن أضرار الحصار. اعتقال مواطنة على حاجز بيت لحم بزعم حيازتها سكين. في الشأن الدولي أيضا، ماتيس الرئيس السوري أخذ تحذير ترامب على محمل الجد، وعن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس قال إن تحذير الرئيس الأمريكي ترامب إلى الحكومة السورية عدم شن هجوم بالأسلحة الكيميائية حقق مبتغاه على ما يبدو. مجلس الطائفة في الناصرة لا لبيع الأوقاف الأرثوذكسية والتفريط بها، وإدانة من قبل مجلس الطائفة الأرثوذكسية في الناصرة حول ما تردد عن قيام البطريركية الأرثوذكسية والبطريرك ثفليوس الثالث ببيع أراضي وقفية بمدينة القدس الشريف لأطراف إسرائيلية. على صفحة من الأيام، فتح تقول حماس هي المسؤولة عن الوضع الإنساني الصعب في غزة، ومصرع قائد عسكري مصري بارز في حادث سير. هذه أبرز العناوين.
قبل أن نكمل في الأخبار، خميس أتوقف عند كاريكاتير في الحياة الجديدة، يظهر سيارة عمومية وفيها سائق السيارة يقول: أعزائي المسافرين، نحن الآن فوق سماء الضفة، الرجاء ربط الأحزمة. والبيرمت يظهر البيت إلى المقبرة وبالعكس. نحن في سماء بدلالة على السرعة الزائدة أعتقد. بالضبط، ويظهر أن المواطنين يطيرون من السرعة، مرعوبين. نكمل في صحيفة القدس وفي عنوانها الرئيس كما في صحيفة الأيام والحياة: دعوة المستوطنين لاقتحام كبير في الأقصى، شهيد في تبادل لإطلاق النار مع الجيش بالخليل، تجريف وإحراق مزارع وحملة اعتقالات واقتحامات في عدد من المحافظات، حماس تنفي أي حوار مع إسرائيل حول تبادل الأسرى، تشيع ضحايا عائلة دبش وحداد في الوطن، مقتل طفلة وإصابة 12 في 3 حوادث سير بمنطقتي الخليل وجنين، قطر ستطالب بتعويضات جراء الحصار، وتنفيذا لتفاهمات وفد حماس في القاهرة، غزة تبدأ إنشاء منطقة عازلة على الحدود مع مصر. والصورة أيضا تظهر كما أشرت خميس في صحيفة الأيام للموقع الذي تجري فيه عملية إنشاء الحزام الأمني في الجانب الفلسطيني من الحدود مع مصر. المجلس الأعلى للمرور يجتمع اليوم للشروع بإجراءات الحد من حوادث الطرق والتساؤلات حول مدى الجدية في تطبيق قوانين السير والعقوبات الرادعة. وفاة طفل آخر بسبب عدم تحويله للعلاج خارج غزة. ترأس جلسة طارئة لمجلس الوزراء وشدد على استمرار جهود المصالحة. السيد الرئيس يطالب الحكومة بمراجعة وتحديث قوانين ونظم السير ويعزي بضحايا الحادث المؤلم. المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان يحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، وإسرائيل تصادر الخلايا الشمسية في جب الذيب. الطيبي: خلال مؤتمر المجموعة الاشتراكية الديمقراطية في بروكسل، إسرائيل تنتهج سياسة التمييز ضد الفلسطينيين، والأحمد يطالب بدور أوروبي فاعل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. 5 إصابات خلال شجار في نابلس. وحسب ميدل إيست، اندلاع حرب كبرى في الشرق الأوسط بات مرجحا كثيرا وهؤلاء أطرافها. وفي التقرير يظهر أن الوضع في سوريا ومنطقة الخليج العربي ينذر بالتصاعد إلى صراع إقليمي وربما حتى عالمي. وفي الخبر الأخير على الصعيد العربي: 30 قتيلا في قصف جوي استهدف بلدة يسيطر عليها تنظيم داعش شرق سوريا. وروسيا تهدد بالرد بشكل مناسب ومكافئ على الاستفزازات الأمريكية ضد الجيش السوري. هذا أبرز ما جاء. إذن كانت مشاهدينا هذه أبرز عناوين الصحف المحلية صادرة هذا الصباح. إلى فاصل قصير ومن بعده نتابع في موضوعنا الأساسي هذا الصباح وهو حوادث السير وسبل الحد منها. تفضلوا بالبقية.
صباح الخير من جديد لكل اللي انضموا لنا في فلسطين هذا الصباح. وفي موضوع حلقتنا الخاص حوادث السير، سنتحدث في هذه الزاوية عن ارتفاع نسبة حوادث السير. نتحدث عن 11 قتيلا خلال شهر رمضان، ذكرناها 770 إصابة منها 68 خطرة، مع العيد ارتفع العدد إلى 18 قتيلا. تفاصيل أكثر نتحدث فيها مع العقيد أبو زنيد. أبو زنيد مدير الإدارة العامة للمرور. زنيد أبو زنيد صباح الخير. صباح النور لكم ولجميع المشاهدات والمشاهدين، وصباح هذا الوطن الجميل بالرغم من هذا الحادث المأساوي الذي ألمنا جميعا. كيف تتوقفون بداية مع هذه الأرقام والارتفاع الكبير المطرد في حوادث سير عقيد أبو زنيد؟ بصراحة يعني نحن ننظر بعين الخطورة لكل حادث طرق يذهب ضحيته مواطنين فلسطينيين. في كل الأحوال هم أبرياء، كانوا يعني أناس عاديين ذاهبين في زيارة للأهل، وفي لحظة من اللحظات أو في غفلة من الزمن يفتقدهم المجتمع. وبهذا العدد الكبير يعني كان هذا حادث مروع، حادث قاسي بكل المقاييس المعهودة. رائحة الموت كانت في المكان. بصراحة أنا يعني من الناس اللي عاينوا الموقع بشكل شخصي، بالإضافة لزملائي في قوى الأمن والشرطة والدفاع المدني وغيره، الكل كان موجود. بالرغم من أنه هاي المنطقة هي تخضع للسيطرة الاحتلالية المباشرة، إلا أنه إحنا كنا متواجدين هناك من أجل الوقوف على أسباب هذا الحادث، معالجة آثاره، القضايا أيضا تتعلق بالمستقبل، شو ممكن يعني يكون عندنا إجراءات من أجل الحد من هذه الحوادث أو التخفيف من وطئتها أو إيصال هاي الرسالة لكل مواطن في هاي اللحظات بشاهدنا أو بسمعنا أنه في هناك خطر داهم اسمه حوادث الطرق. إذا لم يلتزم السائق أو مستخدم الطريق حتى عابر الطريق أحيانا يكون ضحية، يتسبب بحادث لنفسه أو للآخرين إذا لم يلتزم بهذه القوانين. إحنا نناقش الإجراءات ممكن في على مدار ساعتين، وممكن نتحدث معك في إجراءات مستقبلية حول هذا الموضوع، ولكن أنا حابب نتوقف مع إحصاءات وأرقام حول حوادث الطرق وإيش المعطيات حول الأسباب والظروف اللي تمت فيها، وكمان في التفصيل لما نشوف شو المركبات اللي صارت في الحوادث، هي عمومية هي خاصة هي حافلات، إيش هالدراجات نارية، سيارات غير قانونية أو ما يعرف بالمزدوجين بالمشطوب في القرى والبلدات الفلسطينية وهي بكثافة منتشرة. كيف توقف مع هالأرقام كمان؟ الواقع أنه كل حادث سير يحصل شأنه شيء شأن أي واقعة أخرى في الحياة، يعني له تفاصيل، له ملابسات، له معطيات، له ظروف تختلف عن باقي الحوادث، تتقاطع معها في بعض الجزئيات والتفاصيل. أنا بصراحة ما يعني ما بدي أحاكم هذا الحادث يعني بصفة خاصة، كونه يعني احتراما لأرواح الضحايا اللي قضوا، ومن ضمنهم أخونا السائق أيضا يعني هو ذهب ضحية هذا الحادث. الحادث ممكن يقع مع أي إنسان، سواء كانت المركبة عمومية أو مركبة خصوصية أو تجارية أو برايفت أو حتى مشطوبة أو مسروقة، ولكن نسبة الاحتمال يعني احتمال الوقوع في الخطأ أو زيادة وقوع في الخطأ هي تزيد من احتمالية وقوع الضرر. يعني إذا واحد بسوق سيارة مشطوبة لازم نتوقع منه أنه في كل لحظة من اللحظات يجينا بحادث سير، لأنه هو ممكن يعني ما براعي القانون والنظام أثناء حركته لأنه مخالف. نعم، ولكن إذا كان هناك سائق ملتزم يتقيد بالقانون، يحافظ على مركبته، محترم نفسه، محترم أولويات المرور، محترم الآخرين، ويقع معه حادث طرق بطريقة عفوية والكل معرض لها، بتكون الآثار خفيفة، حتى اللوم الاجتماعي تجاه هذا السائق بكون قليل. سيادة العقيد، بما أنه نتحدث عن اللوم الاجتماعي في الآونة الأخيرة وخاصة بعد حادث عين يبروت شرق رام الله، كل الأنظار تتوجه إلى سائقي المركبات العمومية بالذات، يعني السيارات هاي العمومية بما تحملها من تجاوزات حسب قول الناس، سواء كان بزيادة السرعة أو بعدد الركاب الزائد عن 7، يعني كل هاي التجاوزات الناس بدأت توجه أنظارها لسائقي المركبات العمومية. هل نتحدث إنه الحوادث معظمها أو غالبيتها من المركبات العمومية؟ يعني التعميم في هاي المسائل أيضا يعني غير منصف وغير عادل. الحوادث المرورية يعني المرصودة لدينا
كل أنواع السيارات ممكن تتسبب بحوادث طرق أو تكون يعني طرف في حادث. نسبة المركبات العمومية هي يعني ضمن الإطار العادي، يعني ضمن الإطار الطبيعي بالنسبة لباقي المركبات. هي يعني هي سيارات تتحرك على الشارع بشكل أكبر، يعني السائق البرايفت ممكن يروح مشوار يصل السوبر ماركت ويرجع خلال 10 دقائق نص ساعة، ولكن سائق العمومي في اليوم بيشتغل 10-12 ساعة والسيارة متحركة، فاحتمال انه يصير معاه حوادث يعني اكبر. ولكن انا يعني اثق في مهارتهم في القيادة بالمناسبة، هم يعني سائقين محترفين، يعني هو سائق محترف يعني محترف مهنة السياقة صحيح، ولكن يعني يجيدها، ولكن إذا سمحت أحيانا يوقع الآخرين في أخطاء صحيح. ولكن إذا أنت بدك تتابع الفيسبوك مثلا وموقع التواصل الاجتماعي وفيه إعلاميين يعني مرموقين وبارزين بدون ذكر أسماء وبتابعوا كثير من القصص وعلى الشوارع بشوف كل يوم حطت بالصور بكون مخفين الرقم انه في تجاوزات من قبل سائقي العمومي. ما هي التجاوزات هذه يعني ابرز المسببات مثلا لحوادث السير. ايش ممكن نعمل؟ تحدثت فرح عن موضوع كمان الحمولات الزائده، وكنا صباحا نتحدث عن انه في قريه معينه شاب يعني وزميل إلنا يعني مقاطعينه سائقي العمومي لانه هو برضاش يطلع عمليا. هاي بنشوف احنا فيديو كمان برضاش يطلع بسياره فيها حموله زائده، فكيف احنا بدنا كمان نوائم بين كل هذه؟ واحنا مش يعني بنحكي انه هذول الناس بيقوموا بواجب وطني وبيخدموا الطرق وبيخدموا الناس وهذا هذه مهنتهم، ولكن في تجاوزات. شوف الفيديو يعني هذا الفيديو بيظهر فيه مركبه عموميه وهي تتجاوز وعلى طريق التفافي ايضا خط فاصل متواصل، وكان في سياره قادمه اضطرت انها تبتعد عن الطريق. نعم يعني احنا يعني لابد من الاعتراف بحقيقة العمومي مهما بلغت مرارته. حتى القدس اعترفت اليوم، صحيفة القدس طبعا يعني كاريكاتير واخذناه احنا على الهواء. نعم الحياة ولا القدس؟ الحياة الجديدة. انه هو طالع على طلعت على الجريدة اليوم. نعم لاحظتها صحيح. يعني الرأي العام يعني في كثير من الأحيان يقودنا بالاتجاه الصائب والصحيح. يعني احنا يعني نقدر الوقفة الشعبية والوقفة القيادية أيضا بالمناسبة في هذا الموضوع من أجل العمل يدا بيد لوضع حد لحوادث الطرق. ولكن يعني مرة أخرى برجع وبقول أنه كل من يخالف القانون يعاقب. المركبات العمومية بالنسبة لنا هي يعني تحت المجهر. طيب يعني في كثير طيب عشان نكفي أي نوع من العقاب على هذا؟ شارع التفافي، شارع فيش فيه سيطرة أمنية فلسطينية، في غياب لدور الشرطة. نعم. والحادث اللي في رمضان كان وراح فيه 3 سيدات على نفس الشارع، هو 60 صحيح، ولكن منطقة مختلفة اتجاه آخر اتجاه منطقة جبع، ولكن هذا اتجاه شرق رام الله. هون في غياب لدور السلطة، غياب للشرطة، الأجهزة الأمنية. كيف احنا بدنا نفرض سيطرتنا على هذه الشوارع ومعظم الحوادث اللي بصير فيها فاجعة وبصير فيها حوادث مأساوية كبيرة وعدد قتلى هي بتكون على هذه الشوارع؟ بالمناسبة 68% من الحوادث المميتة عندنا هي تقع في المناطق المصنفة سي وعلى الطرق الالتفافية. لا يخفى على أحد التوليفة الديموغرافية والسياسية والجغرافية والموجودة في الوطن، يعني فيها نوع من التعقيد. يعني هاي المنطقة اللي حضرتك الآن تعرضها أيضا مكان وقوع حادث شرق رام الله هي تخضع للسيطرة الاحتلالية المباشرة. ولكن يعني نحن لا نعفي أنفسنا من أي مسؤولية كوننا يعني نعمل لخدمة الصالح العام ولأبناء شعبنا. بإمكان كل مواطن وهذا بالمناسبة يعني تطبيق للقانون، إذا ما لاحظ أنه هناك يعني اعتداء على القانون أو على النظام العام إبلاغ الجهات المختصة. وإحنا بالمناسبة مدير عام الشرطة اللواء حازم عطلة يعني أطلق مبادرة أنه بالاتصال على الرقم 100 لأي غرفة عمليات في الشرطة الفلسطينية ممكن إعطاء رقم السائق المخالف أو رقم المركبة عفوا، والشرطة تقوم بالمتابعة وإحضار هذا السائق ومحاسبته حسب القانون وحسب الأصول بغض النظر في مكان وقوع المخالفة سواء كانت على الطرق الالتفافية أو داخل المدن أيضا. طب دعني أتوقف عند هاي النقطة. في الحادث الأخير اللي صار في شرق رام الله، الأم وأطفالها 5 من عائلة دبش، يقال أو ما ظهر من نتائج لصحفيين أنه السائق كان في عنده مخالفات سير عديدة أكثر من 3 ولم يتم أخذ أي إجراء بحقه. أين وصل التحقيق في هذا الحادث؟
صحيح انه كان فعلا المرحوم يعني عنده عدد من المخالفات المروريه، رحمه الله بالطبع، وكان هو مواظب على يعني على حضور المحاكم بالطريقه الصحيحه. هاي شهاده لابد من ان نأديها. الموضوع لا يتعلق فقط بانه يعني قديش عدد المخالفات المروريه الموجوده لهذا السائق او ذاك، الموضوع يتعلق بالتزامه بالقانون. يعني أنا سائق مع الرخصة من سنة 92، هو سائق يعني مؤهل بكل المقاييس من أجل أنه يتحرك على الشوارع وأنه يقود هذه السيارة. في حال ما خالف القانون هناك جهات رقابية في مقدمتها شرطة المرور تقوم بتحرير المخالفات، ولكن في كثير من الشوارع اللي بتعرفوها حضرت كل مصنفة سي واللي خاضعة للسيطرة الاحتلالية لا يوجد أي نوع من الرقابة، ونحن نطالب بأنه يكون هناك يعني رقابة من المواطنين. يعني زي ما حكينا بالإمكان هذا الفيديو أنه يعني بطريقة أو بأخرى أنه يوصل الشرطة، وإحنا نقوم باستدعاء هذا السائق. التحقيق مستمر في الحادث. الحادث يعني هو حادث كبير، حادث ضخم، حادث مروع، وبالتالي المعلومات اللي وصلتنا يعني كانت من خلال مشاهدتنا للموقع، وإحنا ذهبنا للحادث بعد وقوعه على الأقل بساعة زمن، كونه احتجنا لتنسيق التنسيق الأمني للوصول لهذه المنطقة لأنها خاضعة للاحتلال. المعلومات المتوفرة لدينا يعني تقودنا باتجاه صحيح لنخرج بنتيجة منطقية لما حصل في هذا الحادث، وإن شاء الله يكون من حق كل مواطن فلسطيني أنه يطلع على نتائج هذا التحقيق. بكل تأكيد الإجراءات الرادعة، الإجراءات القانونية وبكل صراحة، هل هي أو تضمن أنه كل مخالف، كل يعني مستهتر بأرواح الناس وبالشارع وبالطريق بروحه وبنفسه في البداية يعني بشكل رادع برأيكم، ولا هي كيف في الفترة الأخيرة وتطبيقها؟ كمان سؤال كمان مرتبط وبشارع 60 وغير شارع 60 والشوارع كلها الالتفافية اللي بتسمح لأي يعني سائق بغض النظر إن كان مركبة خاصة أو عامة إنه يزيد السرعة فيها، ما في مجال إنه يتحرك هذا الملف مع الجانب الإسرائيلي إنه يكون حتى ولو كانوا شرطة فلسطينية بلباس مدني موجودين يراقبوا خطوط السير هذه؟ طبعا العقوبات يعني هي وجدت لتردع، وفي كثير من الأحيان يعني تؤتي ثمارها. نحن نفكر بجميع الاتجاهات من أجل يعني إيجاد أفضل الطرق المناسبة لردع السائقين المخالفين. اليوم بدعوة من معالي وزير النقل والمواصلات المهندس سميح الطبيلي سيكون في هناك اجتماع للمجلس الأعلى للمرور، وجميع الجهات الشريكة من الوزارات ومن القطاع الأهلي أيضا ستشارك بهذا الاجتماع من أجل وضع قوانين عامة تخص جميع السائقين وليس فئة محددة، لا سائقي عمومي ولا سائقي شاحنات. احنا بنحط قاعدة قانونية عامة مجردة للكافة من أجل الالتزام بها. يعني ما يضير السائق أحيانا إذا ما وضع حزام الأمان، يعني كثير احنا هاي نقوم بحملات ومش بس ونفرض ونحاول بكل الوسائل، وبالمناسبة هي عالميا يعني حتى في الدول العالم الأول اللي فرضت هذا القانون من 70 سنة لليوم عندهم حملات من أجل استخدام حزام الأمان. طب بالحملات خلينا نتحدث في نقاط معينة، يعني ما الذي يضر لو كان في شرطي مرور موجود في مواقف هاي السيارات العمومية ليتأكد مثلا أنه عدد الركاب ملتزم في السائق، ليتأكد أنه عند انطلاقهم في حزام أمان موضوع، لو نتحدث عن أيضا حوادث السير، ليه ما يكون في اللي ذكره خميس شرطة بلباس مدني من خلال التنسيق الأمني، حتى كمان لو لا سمح الله صار حادث إنكم تكونوا متواجدين في المكان للسيطرة على الوضع؟ يعني في العديد من القضايا، أو مثلا السائق يكون له ملف 3 مخالفات هو يمنع من السياقة، هذه روادع بتكون يعني لو كان ملف. صحيح صحيح. النظام اللي بتتحدث عنه حضرتك يعني هو موجود لدينا. نحن يعني في شرطة المرور السائق الذي يخالف لا نقوم بتوزيع الورد عليهم، بل يتم تحرير مخالفة. أحيانا عندنا صلاحية إلقاء القبض المباشر وتوقيفه بشكل مباشر وإيداعه النظارة من أجل عرضه على النيابة العامة ومحاكمته حسب القانون. مش كل القضايا اللي بتحصل معنا
في الجانب الوقائي الجمهور بيعرف عنها، يعني هاي قضايا بتحصل ما 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 ما, ما نتج عنها ضرر، ولكن احنا الان امام يعني حادث فيه ضرر، ضرر كبير حصل على المجتمع، الكل يعني يقف معنا واحنا نقدر هذه الوقفة، ولكن احنا بدنا كمان من جانب الجميع انه يكون في هناك يعني التزام. يعني احنا السنة الماضية عندنا 130 ألف مخالفة مرورية تم تحريرها لسائقين مخالفين، علما بانه عدد السيارات في الوطن يقل عن 300 ألف، بمعنى انه السائق اللي بخالف القانون يعني هناك جهات تعاقبه، هناك جهات تقوم بمخالفته، ولكن احنا الصعب انه المآسي والكوارث اللي بتنتج عن مخالفته للقانون، يعني المجتمع يعني احنا يعني لا نستطيع تحملها. يعني حادث من هذا النوع يعني كان كافي ليصدم المجتمع الفلسطيني في فترة العيد، وبعده ب 24 ساعة كمان طفلة قتلت في الخليل، يعني من الواضح انه الناس لم تأخذ عبرة. صحيح، يعني الحوادث ممكن انها تحصل مع كل انسان زي ما حكينا، وهي يعني سيدة فاضلة كانت تقود سيارتها وحصل معها حادث وتوفيت طفلتها في هاي الحادث، وهي بالمناسبة اصابتها خطرة بنتمنى لها الشفاء العاجل، ولكن الالتزام يعني اذا اي واحد فينا اذا لم يراعي اصول القيادة الصحيحة ويمشي على النظام ممكن يكون عرضة لحادث طرق. النظام هذا سيد أبو زنيد إلى حد ما ضائع في الريف الفلسطيني، في البلدات الفلسطينية والقرى الفلسطينية، وانتشار كبير جدا للسيارات غير القانونية. حتى في الفترة الأخيرة شاهدنا موضوع الجرارات الزراعية وحوادث انقلاب الجرارات الزراعية اللي هي عمليا غير، أو بديش أجزم أنه ممكن الغالبية أو معظمها غير مرخص أو غير قانوني. كيف كمان في هذا الموضوع؟ لأنه نتحدث فقط عن الشوارع الالتفافية والحوادث السير فيها، نتحدث عن كمان عدد لا بأس به من حوادث قد يسقط فيها قتلى وضحايا جرحى، وهذا أيضا مثير لنزعات المشاكل الاجتماعية بين الناس، لأنه ممكن شاب عمره 16 سنة أو أقل من ذلك بيقود سيارة غير قانونية ويتسبب في حادث، أو حتى سيدات اليوم في القرى الفلسطينية بيسوقوا سيارات غير قانونية. يعني كما هو معلوم للجميع يعني هناك غياب قسري للقوى الأمن والشرطة من هذه المناطق، فبالتالي البعض يجد فرصة أو فسحة لمخالفة القانون بكافة أشكاله بالمناسبة، مش بس فقط موضوع الحوادث المرور، لا هناك جرائم أيضا أخرى بتحصل يعني غريبة عن المجتمع الفلسطيني وعن عاداته أيضا. يعني موضوع المخدرات ينتشر في بعض المناطق يعني بشكل مميز وممنهج يختلف عن باقي أراضي الدولة الفلسطينية. ما نحتاجه في هذه المسائل هو الجهد الوطني، الجهد الشعبي يكون معنا يدا بيد من أجل القضاء على هاي الظواهر، لأنه إحنا ممكن ننسق أمنيا لحملة في منطقة معينة ليوم ليومين لثلاث أيام، ولكن بعد ذلك الشرطة لا تتواجد في هذه المواقع، وبالتالي يعود الحال إلى ما كان عليه أو أسوأ. يعني في بعض الأشخاص أخذنا منهم السيارة المشطوبة مرة ومرتين وثلاث، صادرناها وأتلفناها، ومع ذلك يعود الكرة مرة أخرى ويقتني سيارة مشطوبة أو سيارة مسروقة، مستفيد يعني بشكل خاطئ من عدم وجود قانون في هذه المنطقة. ولكن التبعات الاجتماعية كبيرة في هذه القصص، حكيت حضرتك أنه كمان يحصل مشاكل وتضرب السلم الأهلي. صحيح. فمطلوب من الجميع أنه يرفض هذه الممارسات. يعني بالإمكان القوى الحية في المجتمع، الإخوان في الحكم المحلي، في التنظيمات الفلسطينية، الأندية الثقافية الفكرية الشبابية العشائرية أيضا، ممكن هاي القضايا يتم يعني القضاء عليها من بهاي الوسيلة. سيادة العقيد، أخيرا شكاوي المواطنين تواصلهم معكم، هل في طريقة سهلة ليتواصل الناس معكم بخصوص الحوادث أو التجاوزات الغير قانونية؟
أي مواطن يعني يلحظ هناك أي اعتداء على النظام العام أو الأمن العام أو انتهاك لقانون المرور من قبل أي كان، بالإمكان أنه يبلغ عنه على الرقم 100 المنتشر في المحافظات كافة، وهو رقم مجاني وللشرطة، ويتم التعامل مع هذا البلاغ في غرفة العمليات الخاصة بالشرطة وبرسالة مسجلة وتوثيق صحيح ومتابعة صحيحة ويراجعنا. يعني إحنا مطلوب كمان المواطن يراجعنا، قلنا أنا بيوم كذا بلغتكم عن السائق الفلاني أو رقم كذا شو صار معه، وإحنا جاهزين نعطي النتيجة، لأنه إحنا يعني لا نقف مكتوفي الأيدي أمام أي ظاهرة طبعا تهدد أمن مجتمعنا أو تهدد الحياة في هذه القضايا. نحن على ثقة بأجهزتنا الأمنية وخاصة بجهاز الشرطة، ولكن نأمل، هذا أمل مني، أنه يكون في رقم خاص لحوادث السير نظرا لخصوصيتها وللأرواح اللي موجودة فيها. يعني في المستقبل إذا كان من ممكن أنه يتخصص لها شيء معين، ممكن جدا. يعني إحنا مدام المتوفر المبدأ العام أنه إحنا يعني بدنا نخدم أبناء شعبنا، فلماذا لا؟ يعني بكتأكيد. شكرا جزيلا لك العقيد أبو زنيد مدير الإدارة العامة للمرور، يعطيكم ألف عافية. تمنياتنا بالسلامة للجميع إن شاء الله. شكرا جزيلا، صباح الخير. لفاصل قصير مشاهدينا، وبعدين نتابع في الموضوع الأساسي هذا الصباح، حوادث الطرق لحد منها، لكن بعد الفاصل نناقش في زاوية محددة وهي أبرز المسببات لحوادث الطرق، وهل الطرق هنا والشوارع مؤهلة بشكل سليم.
الخير من جديد لكل اللي انضموا لنا في فلسطين هذا الصباح، مستمرين في موضوعنا الرئيس والأساسي حوادث السير والطرق. في هذه الزاوية سنتخصص أكثر في موضوع الطرق بعيدا عن التجاوزات الغير قانونية. هل طرقنا أصلا مؤهلة للسير؟ نتحدث أكثر في هذا الموضوع مع الدكتور فيصل عوض الله، أستاذ هندسة الطرق والمرور في جامعة بيرزيت. يسعد صباحك. صباح النور، هلا بك. صباح الخير، اهلا ومرحبا بك معنا دكتور. دكتور، عندما نتحدث عن اسباب حوادث الطرق نتحدث عن بنيه تحتيه، شوارع بالدرجه الاولى. كيف تنظر الى موضوع الشوارع؟ نعرف الالتفافي والطرق الخارجيه ممكن هي مؤهله اكثر من غيرها بسبب انه هي مخصصه بالاساس للمركبات الاسرائيليه وممكن استخدام يعني للمركبات الفلسطينيه، ولكن شبكة الطرق الفلسطينية الخاضعة لسيطرة فلسطينية الخاضعة لتأهيل فلسطيني، كيف تنظر لها في الدرجة الأولى؟ يعني الطرق الفلسطينية مش بأفضل حال، ولكن إنها مش بأسوأ حال يعني بالنسبة للدول النامية الثانية، فهي وضعها يعني متوسط. الصيانة موضوع مهم جدا ومش عم بنقوم بالصيانة بشكل جيد. مرات بيكون في عندنا حفر بالطريق وبدهاش تكلفة عالية جدا، فهي الأمور يعني مهم جدا نركز على موضوع الصيانة، موضوع الإشارات، موضوع اللي بتكلفش كتير هذا الموضوع ضروري أن نتعامل معه بشكل أفضل. عندنا مشكلة أزمة مرورية بالمدن موضوع آخر، ولكن نحن إحنا اليوم أظن الموضوع الأساسي عندنا هو حوادث. طيب في هذا الموضوع يعني شوارعنا غير مؤهلة أو بحاجة لصيانة نوعا ما، الشوارع بالمقابل الالتفافية يعني هي مؤهلة نوعا ما بنقدر نقول، ومع هيك نلاحظ أنه حوادث السير تكثر على الشوارع الالتفافية. هل هذا له دخل بطبيعة الشارع سواء كان التفافي أو سواء كان بحاجة لسرعة معينة أو إخفاض السرعة؟ يعني لماذا نشهد أنه في شوارع مؤهلة ومعبدة بالمقابل بصير عليها حوادث السير؟ طبعا يعني كل شارع له يعني سرعة قصوى، في سرعة تصميمية قصوى للشارع، وإذا تجاوزناها بسبب خطر. وواضح انه الشوارع الالتفافيه يعني احنا ما عندناش شوارع سريعه، عندنا الطرق الموجوده عندنا هي مسربين يعني باتجاهين ذهابا وايابا، ولهذا السبب بيكون عندنا احنا يعني السرعه القصوى بحدود 70 ل 90 كم بالساعه، ولكن هاي الطرق عم بيزيد السرعه عنهم بشكل كبير، ممكن 120 و140 عم نلاحظ السرعه لهي الطرق، فهذا هو الخطر. السرعة بالذات كل ما زيد السرعة بزيد احتمالية الحوادث وبزيد كمان خطورة الحادث بشكل كبير. فالسرعة هذا موضوع كبير وبتمش في المدن، في عندنا حوادث منه مختلفة، حوادث دهس، حوادث العيلية، حوادث تقاطعات، ولكن الحوادث الخطيرة السريعة بالذات في موضوع الطرق وتعبيدها. يعني هل إنه الطرق الغير معبدة بزداد نسبة حوادث السير فيها أكثر؟ يعني مش شرط، كان الطرق غير معبدة ممكن السرعة تكون فيها قليلة، ولكن السرعة الطرق اللي هي معبدة وفيها مشاكل، فيها حفر، فيها يعني مقطوع الشارع من أجل يعني المياه، فيها المشاكل بجزء عندنا من الطرق كمان هي صيانة الطرق، وخلال عملية الصيانة بيكونش في عندنا إشارات توضح إنه السيارات كيف تتحرك ووين الخطورة في العمال الموجودين. إشارة تحذيرية فقط في موضوع الصيانة دكتور، يعني ممكن نعقد في هذا الجانب. وسؤال، ما الذي نملكه فلسطينيا للتقليل أو للحد من حوادث السير على الشوارع الخارجية؟ موضوع الصيانة فقط، يعني إذا رحنا عملنا صيانة لها الشوارع خلاص إحنا هذا جزء بنحد من حوادث السير. هذا جزء يعني موضوع يعني الحد من حوادث الطرق هي سلسلة، ولازم نتاكد احنا كل الحلقات هندسيا وشوارع طبعًا، ممكن اجراءات اخرى متعلقه بالشرطه هي متعلقه طبعا ما هي متكامله يعني موضوع ما نقدرش نقول الهندسه هي مختلفه عن موضوعات، هي جزء اساسي من الهندسه هو الانظمه والقوانين اللي بنسنها للسير، موضوع هذا اساسي، موضوع المراقبه وطرقها، وموضوع الصيانه، وموضوع المحاسبه والمساءله، هاي سلسله كلها مع بعض، اذا اي حلقه ضعيفه في هذه السلسله العمليه تفشل. طيب لو نتحدث هندسيا عن المطبات اللي بشكو منها معظم الناس، هاي المطبات هل هي تساعد في تقليل الحوادث ولا هي فعلا يعني ممكن انها تزيد من الحادث لانه الناس بيكونوا مسرعين وبلاقوا هالمطب فجاه في وجههم فبفقد السيطره على السياره؟ احيانا المطبات بشكل عام هي مفروض تكون مش في الطرق السريعه، مش على الطرق الخارجيه،
يعني هذا يفاجأ الشخص بمطب، نعم ممكن يأثر بشكل سلبي، ولكن في الطرق الداخلية والسكنية المطبات هي بتخفف السرعة وهي ضرورية وجيدة يعني، ولكن تكون في الطرق الخارجية. ولكن لا نشهدها في كثير من دول العالم أو نشهدها بشكل آخر يعني، ما بيكون نشهدها في دول العالم في الأماكن السكنية. الشوارع الخارجية مش مفروض بنفس الطريقة الهندسية اللي هي نوعا ما يعني كان جبل احنا فعليا بالعام. صحيح يعني موضوع انه يعني كيف تصميم هاي المطبات اللي تكون هي بشكل مريح افضل، تخفف السرعة مش توقفها نهائيا يعني. نعم هذا موضوع انه ممكن يكون في عندنا رامبل ستريبس في الموضوع هذا، انه يكون في تحفير في الشارع اللي عم بيتم. نحن بحاجة لمعالجة نعم. هذه المطبات يعني ممكن يكون عندنا يعني من العمل للتقليم حدث السير يكون في عندنا تحفير أو ميلينج للشارع، إنه وهذا موجود بالشوارع بجوز 60 اللي بيتجاوز بيشعر بذبذبة بالشارع فهذا بيمنعه من إنه يتجاوز في أماكن معينة. صحيح. أو إنه بده يروح على يعني بده الشارع تخرج على الشمال على يمين الشارع عدم السيطرة على السيارة. إذا كان في على طرف الشارع في عنا ميلينج وفي عنا موجود في ذبذبة للإطارات تخفف السرعة وتتفادى حوادث السير. ففي أشياء نتعامل معها بهاي الطريقة من هذا الموضوع. لو أردنا الشروع بخطوات عملية للحد من حوادث السير هندسيا وبخصوص الشوارع، التركيز على موضوع الهندسة لأنه إجراءات أخرى ممكن نناقشها مع جهات يعني ذات اختصاص أخرى. إيش ممكن نعمل للحد من حوادث السير وإحنا بنستخدم الطرق الخارجية كثير شمالا وجنوبا؟ يعني ممكن يعني محدد السرعة لما نحكي عن الشوارع الخارجية اللي ما عندناش سيطرة عليها، هذا موجود في العالم بشكل كبير. محدد السرعة الموجود بالمركبات العامة، الباصات ببريطانيا بأوروبا ممنوع تصير أكثر من 100 كيلومتر بالساعة، في مربوط السرعة بهالسرعة القصوى. هذا موضوع أنت بتضمنه يعني إنه السيارات مش راح تمشي على أكثر من 100. نحكي الموضوع هذا موضوع في أقصى سرعة لها. وما في شوارع أصلاً في كل الضفة الغربية عندنا أكثر من 100 كيلومتر بالساعة، ليش بدنا تكون أكثر من 100 كيلومتر بالساعة؟ فيعني هذا ممكن ينضبط بنعمل معمول لكل الشاحنات بأوروبا ممنوع تمشي فوق 95 كيلومتر بالساعة شيء هيك بكل أوروبا. فموضوع إنه يعني هذا موضوع ممكن ومش مكلف كثير، يعني بنحكي عن ممكن من 300 شيكل ل 1000 شيكل يكون عندك هذا المنظم للسرعة أو المحدد للسرعة. ممكن ينعمل على السيارات العمومية بالتأكيد العمومية. معمول. هلا أنا عندي يعني مشكلة بالعمومي، وجهة نظر أخرى. وجهة نظر يعني العمومي كله الموجود عندنا هو موضوع خطير، مش مفروض يكون عندنا سيارات عمومية بهالكمية، 10,000 سيارة عمومي. كل الدول المتقدمة بالعالم عندها باصات وعندها شبكات نقل طبعا لأنه عدد الناس اللي بتدربهم عدد الناس اللي بتتعامل معهم هو أقل بكتير بيكون وبيكونوا منتظمين وعارفين مواقفهم وعارفين كل بالتأكيد مواقف يعني العمومي لما يوقف وسط الشارع ولا يوقف بيعمل حوادث الطرق. صحيح. لازم يكون في أماكن مخصصة للموضوع هذا. بس أنت كان بتقول لي أنت عندك 10,000 سيارة، موضوع إنه يعني رقم كبير. موضوع الوقفات لازم موضوع نعمل لأنه فيش أصلاً يعني أماكن مخصصة لوقفات الباصات أو سيارات العمومي أو التاكسيات غير موجود أصلاً في الشوارع، وهذا ممكن من هذا موضوع نناقشها قليل. نعم. لو نرجع للطرق الهندسية والشأن الهندسي، تحدثنا عن المطبات وهناك إشارات مرور، الإشارات التحذيرية، هل في خطوات عملية أخرى ممكن أن نطبقها بسرعة على أرض الواقع نظرا لما نشهده من حوادث؟ يعني ضوابط أو روادع بنفس يعني تصميم الشارع، هو تصميم يعني تتأكد من تصميمه أنه بيحقق سرعة معينة، السرعة القصوى، هذا هو التصميم كشارع. اللي بنتعامل معه انه نخفض ضوابط هو الرقابة، ممكن يكون في عندك مش فقط محدد السرعة، مراقب السرعة يعني بالشاحنات ببلاد مختلفة، في لازم يكون لما تشتغل السيارة مدام السبيد أمتر شغال بيكون معرف قديش انه السرعة عم بتصير. تصميم شوارعنا هل هو الأمثل؟ اكيد مش الامثل يعني انه انا بدي احكي لك انه يعني من اخطر شيء على 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 السيارات هو السرعه، ولكن الطرق في المانيا السريعه الاوتوبان فيش لها سرعه قد ما بدك تمشي بسرعه، ولكن هي نسبه الحوادث فيها اقل من طرق ثانيه لان هي
معمولة في جزيرة بتفصل بين الرايح والجاي، فيها شوارع بمستوى عالي جدا. الجزر مثلا ممكن انها طبعا بس جزر يعني شارع باتجاهين تقدرش تحط في جزيرة، لازم يكون عندك شارع. ما عندنا شوارع أربعة مسارب مسار بين الرايحات مسار الجاي، نعم بقلل كثير هذه الطرق. لكن هذا تجاوزات هي ممكن أحد الأسباب الرئيسية. على كل حال شكرا جزيلا لك دكتور فيصل عوض الله أستاذ هندسة الطرق والمرور في جامعة بيرزيت، ملاحظاتك سننقلها فيما تبقى لنا من حديث هذا الصباح مع الجهات ذات الاختصاص حول موضوع حوادث الطرق. شكرا جزيلا. شكرا لكم. صباح الخير. صباح الخير. مستمرين في مشوارنا الصباحي وفي موضوع حوادث السير، مواضيع وزوايا أخرى بعد الفاصل، خليكم معنا. من جديد للي انضموا لنا في فلسطين هذا الصباح، مكملين معكم في جولتنا الصباحية وموضوعها بخصوص حوادث السير. في هذه الزاوية سنتحدث عن تأمينات وتعويضات لحوادث الطرق. في هذا الموضوع نرحب بضيفينا في الاستوديو السيد أمجد جدوع أمين عام الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين. يسعد صباحك. صباح الخير. المحامية نيفين أبو عيد مساعدة المدير العام ومديرة الدائرة القانونية في صندوق التعويضات الفلسطيني. صباح الخير. صباح النور. سعد صباحكم، أهلا مرحبا. صباح الخير. معنا في فلسطين هذا الصباح وحديثنا اليوم من محاور مختلفة حول ارتفاع حوادث السير ونسب حوادث السير وعدد الضحايا منها، وعندما نتحدث عن التأمينات والتعويضات في حوادث الطرق. اسمح لي أبدأ مع السيدة نيفين. أكيد. وصندوق التعويضات، إلى أي حد من عام الآخر تشهدون يعني أو تلاحظون ارتفاعا في هذه التعويضات نتيجة لارتفاع حوادث السير؟ وبالأرقام لو تحدثنا خلال يعني إحصاءات ممكن 2017 لسه احنا بنصها، ولكن نعم. 2016 2015 بالبداية. أسعد الله صباحكم. صباح الخير. صباح الخير لجماهيرنا لمشاهدينا، نتمنى لكم السلامة المرورية دوما. الصندوق الفلسطيني لتعويض